ماشي الكابو ارتب. اركبوا يا جماعه وانا هصور. بعض لا لمينا على 3 جنيه يا عم الحاج. لا كلنا 3 جنيه. ايه؟ كلنا 3 جنيه. لمينا على 3 جنيه. لا 3 جنيه. بعدين انا ما حدش قال لي قبل ما اطلع اصلا. الساعة كام يا اسطى دلوقتي؟ يا عم عربية محملة ب 4 جنيه اللي ورايا برضه. يا اسطى مش أنا الواحد. تلاتة عايز أعرف أسألك سؤال واحد يا اسطى. يا اسطى 4 جنيه دول منين؟ يعني هو هي دي الأجرة الجديدة بس؟ هي دي الأجرة الجديدة بس؟ دي الأجرة الجديدة ولا عشان الحظ؟ لحظة بس هي دي الأجرة الجديدة ولا عشان الحظ؟ يا عم ولا جديدة ولا إيه؟ بس لحظة بس نفهم يعني دي الأجرة الجديدة ولا فيها كلام؟ لو عشان التأخير يبقى بقى كلام تاني فبس رسينا عشان يعني نعرف ايه الفكرة. ايه يا ابني 3 جنيه يا ابني؟ احنا بنجيبها بس يعني؟ طبعا بس بصور. بصورين. لا من هزيحة فعلا. نسلك على الفيس اصلا. هي ده هو اونلاين دلوقتي خلي بالك يعني. عشان تصيد على الفيس اصلا. انت على هوا دلوقتي. حاج زيه. بلاش بلاش يعني عايز ترجع الموقف ارجع الموقف لكن ما تقولش هتسلبيهم ومش عارف ايه وتدخل في تحدي مع الداخليه والسيسي يعني. ايوه تقول بلاش عايز ترجع ارجع ماشي لكن بلاش. هو عاوز يقبلها على نفسه يقبلها تيجي على اولاده ولا قرايبه حتى. انت على الاسم والنبي والله انا عايز الحكومه انا هجيب لك السيسي يا اما الجيش بيومني جاي وصلهم الجيش والشعب تحت يعني الشعب انا صدته اذا كان السيسي شال المرس يا عم بقى انت وهو مش حابب ام رخ لا لا ولا دين ام ولا دين ام خلاص يا عم حن بتدخل حوارات ماشي هي ب 3 جنيه بس احنا بنتكلم مش بس ما بنهزرش يا ما قلنا اقف قصاده ايوه اعرف انت اللي تعرف يعني مفيش حاجه خاص هتتسفر في التليفون تقول لك اصور لا يا عم مفيش حاجه خاص يا اسطى لا انت هتاخد مننا فلوس بزياده خاص ولا احنا هنجبرك على حاجه خاص كله بالاصول. طب انا جايب الادويه دي ليه؟ انا جايب الادويه دي ليه؟ بعد اذنك يا اسطى معلش عشان الاخت صدرها تعبان معلش بعد اذنك بعد اذنك يا اسطى لا في فرق من السيجاره وفي فرق من الحشيش انا من هصور ما انا هصور